إذن مشاهدينا من القصر الجمهوري بننتقل مباشرة لزميلتنا روبا لنشوف وين موجودة، بأي منطقة، بأي مؤسسة، بأي مكان، شو عندها أفكار تنقلنا إياها مثل ما عودتنا. روبا يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. وصباحك إلي، صباح الخير لك بداية وللمشاهدين. إلي نهار السبت كنا معكم بجولة بمصنع بجديدة وحكينا عن إيجابيات الأزمة، أنه الكيس بعده ولكن صنع بلبنان. واليوم كمان متابعين معكم جولتنا تنحكي عن شاب لبناني ابتكر مشروب اللي هو فودكا اللبناني صنع بلبنان 100%. تنحكي أكثر عن هذا المشروع ونعرف كيف انطلقت الفكرة إلى جانبي صاحب الفكرة تادي أبو رجيلي. صباح الخير لك تادي. صباح الخير يا أهلا وسهلا فيك تادي. خبرنا بالبداية عن مشروب الفودكا يلي صنعت بيه لبنان 100%، كيف طلعت بالمشروع، كيف طلعت بالفكرة؟ كنت قاعد أنا وأحد أصدقائي جاي من روسيا وعنده إكسبيريونس كتير كبيرة بالمعامل الفودكا بروسيا، يلي بلشنا الفكرة سوا ويلي هو أحد الشركاء بهيدي الفكرة. جينا عم نقول إنه قد إيه عم تطلع عم بيغلى الدولار، بتعرفي على كل شيء عم نستورده من برا عم بيغلى، ونحن مثل ما إنك شايفة في عنا باب صغير، فجينا قلنا ليش نحن ما بنقدر نعمل فودكا ويلي هي البروسيجر تبعها منا كتير كومبليكيتد قد تنقول قد نبيد. نحن عنا نبيد عالمي، ليش ما بنقدر نعمل فودكا عالمية وبنقدر نشوف حالنا فيها كلبنانية ونظهر فيها لبرا؟ فكان الحلم انه نقدر نعمل فودكا حقيقة بتنافس بالكواليتي تبعها اهم انواع الفودكا بالعالم، وهيدا البلان يلي حطيناه وعلى هيدي الطريق مشينا. وجينا قلنا لانه اللبنانية كتير نسبة الناس اللي بتشرب ويسكي، يعني لانه الويسكي معمول من الجرين، قلنا حتى نعمل فودكا الباز تبعها يكون جرين ونعمل لها ديستيل كذا مره، يعني نمرقها على القطاره كذا مره تنشيل منها الميثانول، لانه هي كثير بهم العالم يعرفوا انه كل شيء اسمه الكول هو عباره عن ايثيل الكول يلي نحن بنشربه، وفي شيء ماده اسمها ميثانول. الميثانول كل مره بتمرقيها على الديستلري بتخسري من الكوانتيتي تبعها، بس بنكون نحن عم ننظف الميثانول. نحن هيدي البروسيجر فتنا فيها لنقدر نضاهي ونقدر نعمل كومبيتيشن مع الكواليتي الانترناشونال. قدرنا وصلنا نحن لفودكا فري ما فيها ميثانول ابدا ابدا ابدا. الميثانول هو اللي بيعمل وجع راس تاني نهار، بس واحد يشرب ويوعى تاني نهار راسه عم بيوجع والاخرين. احنا ابدا الفودكا اللي عملناها ما فيها ابدا ميثانول، بتشرب قد ما بدك تاني نهار ما في وجع راس. وهيدي الشهاده اللي نحن مرقناها على الاندستريال ريسيرش انستيتيوت وقدرنا نجيب منها انه نحن ميثانول كونتنت نوت ديتكتد ات اول. هذا اللي لفتنا تدي انه صنعت يعني من الحبوب، يعني غير عالم بتروح بتستورد الايثانول اللي هي الماده الاساسيه، انتم اليوم عم تستخرجوا هيدي الماده عبر الحبوب والقمح تحديدا من البقاع، فلهيك اللي لفتنا انه هي صنعت 100%. طب شو انتم بلشتوا ب 2020 يعني ونزلت على الاسواق خاصه على السوبر ماركت صح؟ نعم. خبرنا اكثر عن فكره التسويق كيف بلشت فيها؟ نحن لما نزلناها على السوق نحن بلشنا ندوق العالم، كل مره كنا العالم عم بتدوقها عم بيحبوا، لانه نحن مجبورين كنا بلبنان بهيدي القنينه بهيدي الازازه، عم نحكي بالازاز بالخارجيه، لانه هيدي كان في تجار انانه بلبنان موجود عندهم هيدي القنينه. نحن كنا بيسكلي عندنا غير ديزاين للقنينه، لقينا كثير صعوبات بلبنان خصوصا بعد ما تفجير مرفق بيروت نقدر نجيب ونستورد انانه مثل ما نحن بدنا. فنحن مشينا اذا بدك بالامبلاج يلي موجود بالازازه يلي موجوده، كنا قلنا انه اذا بدنا نسوقها غير الديزاين الخارجي بدهم يعرفوا العالم شو الكواليتي يلي بقلبها على اساسها يقدروا يرجعوا يطلبوا، فصرنا نحن نعمل تيستينج للعالم، وصاروا كل ما حدا يدوقها هو يطلب فيها وبده اياها، وصل عن سوبر ماركت نعطيه اياها لصاحب السوبر ماركت، بس يدوقها صاحب السوبر ماركت يعتبرها انه هيدي صارت لأله هو بده منتج لأله لأنه هو بيطلبها، هو صار أصحاب السوبر ماركت هن بيشربوها. وهيدي الطريقة اللي قدرنا فيها نفوت فيها على السوق. إنما كمان بلبنان تعرف منواجه كتير مشاكل، واجهنا مشكلة الدولار لأنه نحن في جزء كتير كبير من هيدي تنقدر نخلصها بدنا نشتريه نحن بالدولار، تنقول الإزازة أو السدة أو تقريبا حق الإزازة إذا بدك تستوردها الازازة مع السد مع الامبلاج تقريبا نوصل للدولار فاصلة 20. يعني اليوم عم يربح تدي بهيدا المشروع او عم بيخسر بظل هذا الوضع؟ اذا عم بيدفعوا لي العالم والزبونات اذا بيدفعوا لي كاش دغري بالدولار بربح، بس اذا انا بدي اعطي صاحب السوبر ماركت وانطر عليه ليقدر، يعني انا في بعض الناس اعطيتهم سوبر ماركت كان الدولار ب 10000، هلا صار الدولار اليوم ب 17500، اذا بده يدفعوا لي على 10000 انا خسرت.
اذا بده يدفعوا لي بعدهم على قيمه ال 10,000 انا بكون خسرت ما ربحت. مشان هيك الاساس هلا بتسويقنا نحن راسنا عم بيتجه بالتصدير للخارج، خصوصا 100% خصوصا انه هيدي مرقت على الابحاث وعلى هيدا بفرنسا مرقت وحبوها والى اخره، وصار في عندي 45 زبون بفرنسا وعم بقدر ظهرها على احد الدول الافريقيه كمان. هيك بهالطريقه انا عم جيب العمله الاجنبيه، ما عم بنطر، ما عم بدفعوا لي بعمله عم تتلاعب، دغري بجيب دولار، ما بيكون في عندي خساره، وبهالطريقه عم بقدر صدر، يعني عم نزيد الصادرات اللبنانيه الى الخارج. سنه قدرت تكتسب الخارج والداخل كمان، طب خبرنا كيف قدرت تكتسب ثقه اللبناني رغم انه اللبناني ما عنده ثقه بالانتاج اللبناني؟ صحيح. هون مرقت جبنا من اهم البارتندريه اللي بلبنان، نقدر نعمل تيستينج لالون ويقدروا يدوقوا، وفي عالم يشربوا قنينه مثل ما هي تيوعوا ثاني نهار ويشوفوا كيف يعني الافكت عليهم، اذا في وجع راس ولا ما في وجع راس. بهيدي الطريقه اكثر دعايه استعملناها هي الورد اوف ماوث، يعني من حدا من التم للدينه، هيدي الدعايه الاساسيه اللي نحن قدرنا نستعملها. واليوم نحن متواجدين بكذا باب، بجبال، ببيروت، بالحمرة، بالباترون، وبكذا سوبر ماركت. انما نحن اليوم هلا ما بقى عم نبيع، انا ما بقى محمس انه بيع بالسوبر ماركت اللبنانيه. ليه؟ لانه من وراء قصه لعبه الدولار واللبناني، لانه عم بيطلع الدولار تا يقدر يثبت على شيء معين تنقدر نعرف نحن باي سعر بدنا نبيع، لانه بتعرف نحن بس بدنا نبيع بالعمله اللبنانيه. اليوم تدي انت بعدك متمسك بلبنان، يعني رغم كل هيدي الظروف بعدك متمسك بلبنان، يعني انت انطلقت من الازمه وبعدك مستمر، قادر بعد اليوم تستمر بظل كل هيدا الاوضاع؟ نحن عم نقاوم قد ما فينا تنجرب نضل بلبنان. واليوم الفكرة الأساسية إنه نعمل برودوي لبناني نظهر فيه لبرا تنقدر نضل نجيب فريش دولار، لأنه أنا عندي عائلة وعندي أولاد بدي ربيهم وإلى آخره، بحاجة إنه يكون في فريش دولار نقدر تقدر عيش. يعني عم نجرب قد ما فينا، عم نضاين قد ما فينا. هلا الحمد لله صار عنا سوقين لبرا للخارج، يعني إذا بصيروا ثلاثة أو أربعة لي بدي فل هيدا بلدي اللي بحبه يلي أنا بقدر عيش. ربا شو مشروعه بالمستقبل لتديه؟ عم بتفكر إنه تتوسع بهيدا المشروع؟ عم نفكر إنه نتوسع بهيدا المشروع، عم نفكر إنه نجيب أناني جديدة غير امبلاج نقدر نفوت فيها على امريكا ونقدر نفوت فيها على اهم دول العالم. حلمنا انه يوصل برودوي لبناني نحن او غيرنا من اللبنانيه اللي عم بيعملوا فودكا يصير ينحط حد الانترناشونال نيمز ويكون عم بينافس وعم بيضارب عليهم، العالم عم بتطالبه اكثر. شكرا لك تادي، كل التوفيق لك. يعني فعلا الي نحن بنفتخر بشبابنا اللبنانيه اللي متمسكين بلبنان رغم كل الظروف، وبدهم يوصلوا اسم لبنان بالعالي عبر الصناعه اللبنانيه. والعوده لك. ما بتقلب الشرب، مشوارك بالرجعة طويل ربا، يعطيك ألف عافية.